هنروح معاكم لمحافظة بورسعيد اللي استقبلت السفينة لوجز هوب اللي بتحمل على متنها أكبر مكتبة عائمة في العالم، فيها حوالي 5000 كتاب في مجالات كتيرة جدا. السفينة الحقيقة بتشهد فعاليات ثقافية وفنية مختلفة، وده ساهم طبعا في ارتفاع عدد زوار سفينة الكتب بميناء بورسعيد السياحي ل 11000 زائر في يومها الثاني، بخلاف الأطفال وكبار السن. معانا على التليفون دلوقتي اللواء بحري محمد برايا، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، عشان نتعرف منه على تفاصيل أكتر. طبعا برحب بحضرتك يا فندم، واتمنى أن أنا أكون نطقت الاسم صح في البداية. وخلينا نتكلم عن الأعداد، أعداد كبيرة جدا توافدت على السفينة في وقت قصير. لو حضرتك توضح لنا إيه الفعاليات اللي بتحصل على متن لوجوس هوب، والأعمار حتى اللي تصدرت المشهد. صباح الخير يا فندم، متشكر جدا. الحقيقه ان السفينه دي تاني زياره لها الميناء بورسعيد، كانت حصلت زياره قبل كده في 2010. المركب في اقبال شديد جدا، وصل لغايه النهارده من ساعه ما المركب فتحت يوم الخميس ل 18500 زائر. ناس اعمارها مختلفه من 14 سنه وناس فوق 60 سنة. إقبال شديد جدا بيعكس حالة الشغف الثقافي للشعب المصري، وإنه متطلع لأنه يتعرف على السفينة وبتقدم إيه. الحقيقة المركب دي مش بس سفينة عائمة، المركب دي لها هدف بتديرها منظمة غير حتى للربح، بتسعى لبث الأمل والوعي وبناء علاقات بين الشعوب. بتخش في بعض المواني اللي عندها كوارث تساعد عمل بناء، عمل دهان، توفير ميه. فيها على متن المركب بتتبنى ثقافي، بتقدم فنون، بتقدم حفلات غنائيه، ينزلوا الشارع يتواصلوا مع الناس اللي موجوده كتعارف لثقافات. المركب عليها اكثر من 300 متطوع من من دول العالم المختلفه. نعم سيادة اللواء، يعني حضرتك بتقول هي تاني زيارة ليها في 13 سنة تقريبا، أول زيارة كانت في 2010. لو هنتكلم على المشاهد المختلفة من 2010 ل 2023، عاوزين نعرف إيه الفرق في عدد الزوار تحديدا، وهل كان في توافد للأجانب على زيارة هذه المركب؟ الحقيقة برضو إن في حاجة ملفتة للنظر. إحنا بنحصر الأعداد اللي زارت المركب، وجدنا إن نسبة 2% يعني ما يعادل 370 اجنبي زاروا المركب اثناء وجودها. المشهد مختلف خالص، تغيير هم بيشهدوا بتغيير غير عادي، سواء على مستوى المحافظه او على مستوى الاستقبال. طبعا حضرتك عارف 2010 الفتره دي ما كانتش الدوله المصريه في الاوضاع اللي موجوده فيها دلوقتي. الحقيقه ان انعكاس الناس بيتنظموا زيارات للقاهره والمحافظات القريبه. الحقيقه ان هم شبكه الطرق والبنيه التحتيه سهلت المساله بشكل كبير جدا، مش على المركب دي بس، على المراكب السياحيه بالكامل. واحنا عندنا توجه من القياده السياسيه بان جذب السفن السياحيه خلال الفتره اللي فاتت، ومينا غرب بورسعيد بيشهد. يعني احنا السنه اللي فاتت بدأنا زيادة عدد السكان السياحية، وصلنا ل 18 كتاب سياحي زاروا في الفترة. طيب سيادة اللواء، أنا هتكلم عن التفاصيل الخاصة بالزائرين بقى، يعني هل في رسوم معينة لدخول السفينة؟ مواعيد فتحها وغلقها كل يوم قد إيه؟ هل في يوم أجازات؟ تمام يا فندم. فيما يخص الرسوم، هي رسوم حاجة رمزية للغاية، زي ما بقول لحضرتك المركب بتديرها منظمه خيريه ما بتهدفش للربح. الرسوم لا تتجاوز ال 5 جنيه، ودي فقط للاعمار اللي من 13 سنه لغايه 60 سنه. اقل من 12 سنه بيبقى فيه، اكتر من 60 سنه برضو بدون مقابل. وكمان لو في رحلات هم عندهم سايت، لو في مدارس بتسجل ان هتعمل رحله بالكامل بيتم بدون مقابل. بالنسبه لتوقيتات التشغيل، المركب دي وصلت عندنا يوم 4، وان شاء الله هتغادر يوم 23 تعبر القناه، يوم 24. نظام عملهم ان يوم الاحد بيكون اجازه، الاسبوع كامل بيشتغلوا فيه من الساعه 10 الصبح لغايه 10 بالليل، عدا يوم الجمعه بتكون من الساعه 3 عصرا لغايه الساعه 10. ايوه يا فندم. طيب هل في مواعيد دوريه لتواجد السفينه في مصر؟
الحقيقه لا، ان بيبقى في مخطط رحله سنوي للمركب دي، بيبقوا طبقا لمخطط هم عاملينه يسمح لهم انهم يزوروا اغلب دول العالم. المركب دي من ساعه ما اشتغلت 2009 لغايه النهارده زارت 100 مدينه ودوله مختلفه. نعم. طيب عايز اعرف برضو من حضرتك يا فندم خطه الترويج لهذه السفينه لوز هوب لبورسعيد او لمصر بشكل عام، ايه الخطه الترويجيه اللي تم العمل عليها؟ المركب نفسها بتروج لنفسها من خلال هي عندها سايت، من خلال ان الطاقم بينزل يتفاعل مع الناس في الشارع بشكل مباشر. لكن الدوله المصريه الحقيقه ان احنا قبل وصول المركب دي تحت اشراف معالي المحافظ اتعمل عده اجتماعات، تم تجهيز بشكل كامل للمركب والاعلان عن وصولها في مختلف المجالات، وده كان لانعكاس واضح جدا بقول لحضرتك خلال ثلاث ايام. اول يوم كان سوفت اوبننج، وثاني يوم كان من الساعه 3 الافتتاح، وامبارح 18500 اقبال غير عادي. يعني اللواء بحري محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بنشكر حضرتك يا فندم على وجودك معنا في صباح الخير.